هذا رجل كان يعمل عند رجل وستة أشهر لم يعطيه الراتب، ودخل رمضان حتى وصلوا إلى شطر رمضان، فقال يعني أعطني ولو راتب شهر واحد أرسله إلى أولادي. قال لا. قال يا أخي أنا بدعو عليك. قال ادعو إن شاء الله حتى لو تدعو في الحرم ما عندي مشكلة. شوف بعض الناس، الله يجزاك الله يخليك، شوف بعض الناس كيف سيء، الله يعافينا ويعافيك. والرجل فذهب وتعلق بأستار الحرم، والتعلق يكون يا إخواني ما بين الحجر والباب، هذا اسم الملتزم كما قال عمر، هنا تسكب العبرات. ومن السنة أن يلزق الإنسان بطنه ويرفع يديه ويلزق صدره ويدعو. فدعا عليه، ما مرت ستة أيام حتى دخل الرجل العناية المركزة، فاتصل أولاده به ويعرفون القصة وهم يعملون معه في نفس الشركة، الله يخليك الله يرضى. فاتصل أولاده به وقالوا أنت دعيت على والدنا؟ قال أي والله دعيت عليه، أنا أقول له ديني حقي ويقول لي إن شاء الله تدعو في مكان. قالوا يا هذا تعال، آدي راتب الستة شهور وآدي كمان رضوى لك بمناسبة العيد إن شاء الله اللي داخل علينا، أيوة، ولا عاد تتكلم مع الوالد ولا تدعي عليه، وإذا كان لك شيء اسألنا نحن عنه. فهذا باب يا أخواني، يعني أمر الدعاء أمر عظيم. الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر كما صح من حديث ابن مسعود، فيقول هل من داع فأستجيب لهم، هل من مستغفر فأغفر لهم. فلذلك الله تبارك وتعالى وذلك كل ليلة، ويقول النبي في السجود عليه الصلاة والسلام أكثر الدعاء. فأكيد الناس لهم حاجات عند ربهم عز وجل، في إنسان ما عنده حاجة عند الله عز وجل يا أخي دعو. وتفقد أوقات الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر دعاء ما بين الأذان والإقامة ما يرد، الدعاء في السحر. بل هناك ستة أوقات تفتح فيها أبواب السماء، من يقول لنا منها شيئا؟ الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء مشايخ ساعة القرآن لا عند الأوقات التي لا خلنا نأخذ واحدة واحدة، الأوقات التي تفتح فيها الأبواب السماء. نعم ثلث الليل، ثلث الليل في السحر تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء كما في الترغيب والترهيب وسلسلة الجامع، هذا واحد. فين؟ في عرفة. لا ما في دليل على عرفة. لا أنتم الآن تخلطون ما بين إجابة يعني الوقت الذي يستحب فيه الدعاء حري بالإجابة والوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء. في رمضان. ها؟ تفتح أبواب وإيش؟ السماء ولا أبواب الجنة؟ أبواب الجنة. جنة. وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. طيب. ها؟ تفضل. كنت بقول السفر ولكن هو الاستجابة. أيوة نعم، ما نخلط هنا. أمس عندنا مجموعة مع بعض الفضلاء فأنزلنا لفتة فقهية لسماحة الشيخ بن باز. سئل في نور على الدرب الشيخ أن بعض الناس بعد الإقامة يرفعون أيديهم بالدعاء، منتشر هذا صح ولا منتشر صح؟ فقال الشيخ هذا ليس له، هذا ليس له أصل وخلاف السنة وينبغي ألا يفعل. فقام أحد الإخوة قال يا شيخ دعاء الأذان والإقامة هذا وقت، يا حبيبي قلت له الله يرضى عليك ركز فيما هو، قالوا فهم السؤال نصف شطر الجواب، انت قلت له شوف. قال انا اسف والله راحت مني، نحن بالاذان والاقامه احنا بنتكلمش على ذبل الاقامه، هذا معلوم نتكلم على. ولذلك شوف يا مشايخنا الكرام يعني نتكلم على فتح ابواب السماء، اوقات نزل النص فيها فتح ابواب السماء غير الاوقات التي حري فيها ان يستجاب ايش الدعاء، عند التحام الصفين وعند نزول الغيث ويوم عرفه وعند دعوه المسافر ودعوه الوالد على ولده ودعوة المظلوم، هذه كلها إجابات إيش؟ إجابات الدعاء. طيب مين؟ هذا لا ما في فتح السماء، ما تفتح السماء، ما في فين أن الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر نزول الملائكة، لكن ما جاء نص أنها تفتح إيش السماء. تفضل. الظالم لا عفوا المظلوم الآن إحنا بنتكلم على أوقات تفتح فيها أبواب السماء. تفتح أبواب السماء دي كل أوقات فيها الدعاء فضيلة اللي بتحكي عنها. نبغى نتكلم عن أوقات. في أدلة. في أدلة.
أدلة القرآن أن السماء تفتح نصرة وتفتح لنزول ويوم تفتح السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزول الملائكة تنزيلا وتفتح السماء كما قال ربنا تبارك وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. نحن نتكلم على مسألة فتح أبواب السماء وإجابة الدعاء متلازمان. هيا مشايخنا، أنضيتم بعيركم أم أنضاكم البعير؟ طيب نبدأ نأخذها بالترتيب أحسن الله إليكم. في السحر في الثلث الآخر تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء. طيب ثانيا كل هذه حديث صحيح في الترغيب والترهيب سلسلة الجامع صحيح الألباني. الوقت الثاني أحسن الله إليكم تفتح أبواب السماء إلى الزوال ويستجاب الدعاء، ولذلك النبي كان يصلي كم ركعة وقيل هي سنة القبلية ليش للظهر، فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. ثالثا احنا ماشيين بالترتيب عند انتظار الصلاة إلى الصلاة الثانية اللي هي عند أذان الظهر السنة القبلية، السنة القبلية للظهر هذا الوقت. الوقت الثالث من انتظار الصلاة إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح السماء ويقول الله عز وجل انظروا يا ملائكتي إن عبادي أدوا فريضة وجلسوا ينتظرون أخرى. يعني وقت الرباط هذا كله فيه فتح أبواب إيش السماء. رابعا عند دعاء الاستفتاح، عند دعاء الاستفتاح، والدليل لما قال الرجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصيلة، قال من القائل فخاف، قال لا أقول إلا خيرا، قال أنا، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر الراوي والحديث عند مسلم فما تركتها يومئذ، ما تركتها من سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل يجوز أن نقرن أكثر من دعاء استفتاح؟ أيوة يجوز، ممكن تجيب دعاء استفتاح في أول الصلاة ما في مشكلة. خامسا أيها الكرام الفضلاء عند قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو سادسا ماني أدري، إنهم قال هنا قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، وفي رواية ابتدرها 32 ملكا أيهم يكتبها أول. قال ابن حجر لأن مجموع الحروف فيها 32 فكأن من عظم كل حرف فيها احتاج لملك كامل، ويكفي الملك بجناحه بس. شفتوا هذه كل مواطن يا أخواني تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، وربما الإنسان يذهل عنها في السحر وعند السنة القبلية في الظهر والانتظار الصلاة للصلاة وعند قول دعاء الاستفتاح الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وعند قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكل أحاديثها صحيحة أيها الكرام الفضلاء. فلذلك يعني الدعاء أمره عظيم، مهما ينزل بك من البلاء فعليك أن تدفعه بالدعاء، مهما ينزل بك من البلاء عليك أن تدفعه بالدعاء. فالله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبقدر ما يصرف الإنسان عن الرحمن بقدر ما يصرف عن الدعاء، سبحان الله، بقدر ما يصرف عن الدعاء. وكلما وفق الله العبد لدعائه تبارك وتعالى كلما كان ذلك دليل خير له.